صار؟ مش عارفه ليه مش قادره اصدق. الظابط ده كارت الامان. انا الشديد، انا الشديد. طب ايه رايك يا باشا ان انا عندي معلومات ان هو بيجهز لاكبر شحنه مخدرات في تاريخ البلد؟ عايزني اعدي 150 كيلو على ضمانتك؟ محدش بيشتغل معاهم يقدر يفتح فوق. انت هتلاقيه عارف عنك كل حاجه. في واحد فينا بيلت ويرغي مع الحكومه. اعرفه. انت تعرفي حاجه؟ انت عارف ايه مات ازاي؟ نفسي بره تحط نفسك مكان الناس. انا ما احطش نفسي مكان حد. انا زيك كده، اللي حطه في دماغي الدنيا ما تسعناش احنا. ارمي السكينة اللي في ايدك دي، ما توديش نفسك في داهية. عندك حناوي. تفتكر لو انا اللي كنت مكانك كنت افكر لو لثانية واحدة اني اسيبك؟ لأول مرة في حياتي حاسة إن في حد خايف عليا بجد. كفاية تمثيل بقى! كل اللي خايف عليا، إيه كده أنا هعمل نفسي مصدقاك؟ النسوان أخلاقها اتغيرت خالص يا بالي. أنت عايز تخلص مني كمان؟